لمناقشة تداعيات أزمة بيروت بين ميليشيا حزب الله وحزب الكتائب اللبنانية ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني نصر الله هدد ب100,000 عنصر هي قوام ميليشياته، في هذا الإطار هل تفلح نفس حيلة نصر الله التي استخدمها في السابق مع الرئيس السنيورة في قضية شبكة اتصالات ميليشيا حزب الله؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة. أعتقد بأن يعني ما ذهب إليه السيد حسن نصر الله بالأمس زعيم حزب الله هو أمر خطير وخطير جدا، وهو أراد أن يصنع وصنع وتمكن من أن يصنع لنفسه ندا في الشارع المسيحي، فهكذا تقتضي، يبدو أن المصلحة مصلحة الحزب اللهية تقتضي بهذا الأمر. أولا، نحن منذ سنوات جعجع في كل مرة يطل فيها نصر الله يقوم سمير جعجع يعني تفنيد خطاب نصر الله وتفصيله والرد عليه، ولا مرة حصل أن رد نصر الله على جعجع بمثل هذه المرة. تصور أن إطلالته بالأمس اضطر فيها إلى أن يذكر رئيس حزب القوات والقوات حوالي 80 مرة. هذه مسألة ليست بسيطة على الإطلاق. هو من عملية التغول في القوة التي أفصح وأعلن عنها، إنما كان يوجه تهديدا أوسع من القوات اللبنانية. هو حاول أن يعزل القوات اللبنانية عن بقية المسيحيين، لكنه في نفس الوقت يبدو إما أنه متخادم مع جعجع، لأن الطرفين في التكوين كتنظيمات من أصول عسكرية في الأساس متشابهين، ويعتبر تنظيم القوات اللبنانية في الحقيقة بإجماع الجميع بأنه ثاني أهم تنظيم من حيث الضبط والربط والمناقبية الحزبية والتنظيمية والأمنية إلى آخره، ولو أنه يقول تحول إلى حزب سياسي يعتبر ثاني أهم تنظيم على المشهد اللبناني. ما فعله نصر الله بالأمس صنع لنفسه مدا، وصفه عدو، وهذا أمر خطير، إنما يستبطن ما مقتضيات الاستراتيجية الإيرانية في عملية الآن أتى الدور للإجهاد على، يبدو، على المسيحيين، كما أجهز بالأمس على السنة من خلال تطويع وإخضاع ومحاولة إخضاع السنيورة وأيضا سعد الحريري الذي كما نعلم جميعا كيف أصبح الأمر، لكن ما يفعله نصر الله أمر خطير وخطير جدا. تصور مثلا أن طرابلس، مدينة رشيد كرامة الذي قتله سمير جعجع، اليوم ترفع صورة إلى سمير جعجع في طرابلس. طبعا هم فتية معدودة، لكن للمسألة دلالة ورمزية خطيرة أن طرابلس مدينة رشيد كرامة الزعيم الوطني العربي المسلم الكبير الذي قتله سمير جعجع يرفع له صورة في طرابلس. هذا موقف ليس محبة في جعجع، إنما هذا موقف هو نكاية بحسن نصر الله. يريدون القول يا سيد حسن نصر الله أنت تأخذنا إلى من تقول، إلى حضن من تقول أنهم طيب أعداء. أستاذ علي، طيب أستاذ علي، بعد الخطاب الناري الذي ألقاه حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني، هل أن ميليشيا حزب الله يعني فقدت القبول الشعبي داخل لبنان نوعا ما؟ بدون شك أنها فقدت الكثير من التأييد لدى غالبية الطوائف اللبنانية. هناك تخادم مصلحي سياسي نشأ بين حزب الله والتيار الوطني الحر، نعم، تحت شعار ومقولة رددناها مرارا ونرددها الآن، غطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم، وهي المعادلة التي يبدو أن النيترانيوم قد تسلل عبرها وأنها بنيت على كومة ضخمة من الفساد اخترقت النخاع الشوكي للنظام اللبناني ودفعت باللبنانيين إلى ما بعد الفقر وإلى ما بعد الهجرة وإلى ما بعد الإحباط وتحولوا إلى فاقدي الأمل. هذا أمر
أكثر ما يستطيع أن يقوله نصر الله أنه يربح، قال أنه لا يربح المسيحيين جميلة بأنه دافع عنهم. نعم. هذه كلمة هي قمة التربيح. المسيحيون اليوم ثمة من يستشعر بأنهم باتوا بين قوسين زميين، قالوا نحن انتهى عصر الزمية، كيف لنا أن نقبل أن نعيش في حماية حزب الله المأزوم من انتخابات العراق بالمناسبة. نعم. والذي يخشى أن يخسر حلفائه في لبنان كما خسر حلفائه في العراق بسبب تشرين العراقية. نعم. وأيضا بسبب اليوم تشرين اللبنانية. طيب أستاذ علي، هناك في لبنان من بحث عن حل الأزمة ووجد موافقة مجلس النواب اليوم على تقريب موعد الانتخابات النيابية، هل هذه كفيلة بحل الأزمة اللبنانية الحاصلة الآن؟ يعني سيدي، لا، ينبغي أن نعلم بأن هناك ثنائية اسمها الثنائي الشيعي، وأن هناك ثنائية اسمها ثنائية حزب الله التيار الوطني الحر، وهي ثنائية تفاهم مارم خايل. لكن أيضا يبدو أن هناك ثنائية أخرى، وهي ثنائية حركة أمل والقوات اللبنانية. الذي حصل اليوم أن الأمور والقوانين التي صدرت في مجلس النواب حول قانون الانتصاب تحديدا المواد والتعديلات أنها أقرت خلافا لما يريده فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. لقد استشعر جبران باسيل في الهزيمة لأنهم رفضوا أن يكون هناك 6 نواب في الخارج، ونفضوا منظومة الميجا سنتر التي تسمح للمواطنين بالاقتراع من أماكنهم وليس بالضرورة من قراهم وبلداتهم. وبالتالي هذا الأمر دفع جبران باسيل مثلا إلى التهديد بأنه سيطعن بهذا القانون، فكان رد بري كما نعلم جميعا لأنه لا يقبل بأحد أن يهدده. الأمور في مجلس النواب رغم هذا مرت بثلاثة، وهذا خلافا للأجواء المشحونة والمحقونة، ونحن أمام خميس أسود سقط فيه قتلى في 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 بيروت الشرقية إذا صح التعبير. لكن هذا هو حزب الله، يصعد التوتر إلى أقصى مدى ثم يترك الخصوم نتيجة توتيره لهم بالتصرف كمتوترين فتقع المصيبة. هذا حصل في 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 خلدة، وللمناسبة اليوم حكم شباب عرب خلدة من أهل السنة وحكم عليهم بالسجن بين 8 سنوات و15 سنة بدون أن يكون هناك أي موقوف واحد لحزب الله، علما أن الذي فعل المشكل في الأساس هم شباب من حزب الله. وهنا استنسابية خطيرة جدا. نعم، هم, علي. هم, هم, هم عناصرهم لا يوقفون إطلاقا. عبر تطبيق زوم من طرابلس، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لكم.